رشح وثائقي Trafficked with ماريانا فانزيلر الذي تنتجه وتعرضه National Geographic وتشرف عليه اللبنانية دانا بلوط للحصول على جائزة إيمي. العمل يتمحور حول جميع أنواع التجارة والصناعة الخارجة عن القانون، فتحمل كل حلقة عنواناً مختلفاً. في لقاء خاص وأول عبر صباح العربية تشرح دانا بلوط للزميل رافي بوغصيان رحلة الكفاح وصولاً إلى الإيمي. تنقلت اللبنانية دينا بلوط بين عدة مناصب، وهي تعمل ضمن شبكة كيرنينج كولتشرز التي تهدف لتقديم نظرة مختلفة عن العربي إلى العالم. ووسط كل ذلك تلقت خبر ترشحها وفريق عمل وثائقي Trafficked with ماريانا فانزيلر لجائزة الإيمي العريقة. أكيد كنت مبسوطة كتير لما سمعت الخبر. صار لي 3 سنين بشتغل على هذا البرنامج وبحبه كتير وعندي إيمان بهدفه هلأ بنحكي فيه. فكتير انبسطت إنه عرفت مثل كل العالم على تليفوناتهم، وإيه أكيد إني فخورة لأني الوحيدة العربية اللي بشتغل مع الفريق. Hi. Yo. I'm Mariana. What would you like me to call you? Call me Victor. تطرقت الحلقة التي رشحت لجائزة الإيمي عن الاحتيال المالي، وكانت تخطط دينا للسفر مع فريقها إلى بيروت لإنتاج حلقة عن لبنان، لكن الوضع الاقتصادي وفقدان أقل مقومات الصمود هناك دفعها للتريث مؤقتاً. هذا هدف شخصي لإلي، إنه نعمل قصص قد ما فينا من الشرق الأوسط، ومش بس قصص عن القطاعات الغير قانونية أو عن الحرب أو عن الإرهاب، بس عن أشياء تانية. أنت بتعرف المجتمع تبعولنا والشرق الأوسط ككل فيه ثقافة، فيه موسيقى، فيه تاريخ. نحن مش بس الإرهاب والحرب. رغم الصعوبة التي تواجهها في إقناع المجرمين بالتحدث إلى الكاميرا وإقناعهم بأنها لن تكشف هوياتهم، باتت دينا مقربة من كثيرين منهم وتتواصل معهم للإطمئنان عليهم بين حين وآخر. بالنهاية كل واحد وضعه غير. نحن يمكن أنا وياك كان عنا خيار تاني، كان عنا العلم، يمكن كان عنا عائلة تسندنا. في كتار غيرنا بالعالم ما عندهم خيار تاني، ويمكن ما عندهم عائلة، ما عندهم شيء يسندهم بالحياة، فبيفوتوا بهيك قطاعات غير قانونية. فيمكن تعلمته أني اتعاطف معهم أكتر. تزامناً مع إعلان الإيمي ترشيح وثائقي Trafficked with ماريانا فانزيلر للجائزة العريقة، كشفت National Geographic عن موعد عرض الموسم الثاني من العمل في بداية كانون الأول المقبل. كذلك أعلنت عن التحضير لجزء ثالث. رافي بوغصيان، العربية، هوليوود.